السلام عليكم بنات، مبروك عواشركم. بزاف منكم طلبوا مني الوصفه ديال الكاطو هذا لي بومب دامور. انا غادي نعطيكم الوصفه كيف ما طلبتوها مني بالتفصيل مكتوبه تحت لا فيديو. اولا كنوجدوا اون بات سابلي اللي غتلقاوها مكتوبه بالتفصيل. انا عجنتها بيان سور في ترموميكس 30 سكوند على فيتاس 5، من بعد كنلبسها في القوالب وكندخلها ترتاح شويه في الفريكو. كنوجد لاباغايا فينونسي ديالي، كنعمر بها القوالب اولا لي طارت، كندخلها طيب على 180 درجه وكنخليها تحمر مزيان على حساب العلو اللي عندك في ليمول. انا هنا عندي ليمول عاليين بزاف دونك خليتها واحد 25 دقيقه. من بعد كنخرجها كنخليها تبرد، كنرشها بسكر كلاصي بالصحه والراحه.